تزوج بها ولكن البكره ديالها ماشي حقيقيه، هي مصطنعه. مشكل كبير هذا. من بعد ما دار العرس وخسر الزبالة ديال الفلوس وشحال هو يجمع في الفلوس وحب داك البنت كان تيعشقها، قال هذه هي المرأة الزمان، هذه هي المرأة اللي سميتو. من بعد ما دار العرس يعني جبر على ان البكرة ديالها ماشي يعني حقيقية، غير مصطنعة. هي قبلت ليلة الدخلة بأيام شي طبيب يعني صاوب لها جلدها هكاك، لان هي كانت فاقدة البكرة ديالها. وطبعا تصدم، خسر واحد 7 ولا 10 المليون داك العرس وداك الصداع، ولكن ما بقاتش فيه الفلوس، بقات فيه الشمتة. علاش ما قتلوش الواقع ديالو؟ داكشي علاش حنا تنقولوا دائما للبنات عندك 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 تمشي مع شي واحد ينعس معاك ويعني يغدرك، يفك البكرة ديالك، يدخل بيك. علاش؟ لان الا دخل بيك شحال من بنت متى تفقد داك البكرة ديالها صلاه على النبي يقدر ما تجوش حياتها كامله، لان خايفه من العار وخايفه من الناس وخايفه من المجتمع. ولذلك هي تفضل عمرها ما تجوش باش ما تفضحش. تقدر البنت مثلا دير عمليه مثلا يعني مثلا ركبتها فوق الفيلو وتفقد البكره ديالها، وتقدر البنت مثلا على انها يعني مشات مع شي واحد وغدرها وعطاها شي فريده النعاس ودخل بها شحال، وتقدر البنت اغتصبها شي واحد مثلا. اذا يعني عده حالات. اولا تقدر هي مثلا كانت تدير العاده السريه ويعني اولا دخلت شي نوبه ستيلو مثلا ولا يديها وفقدات البكره ديالها. اذا عده اشياء اللي تتفسر لنا علاش البنت بعد النوبه تتفقد داك البكره ديالها. طبعا حنا في المجتمعات العربيه والاسلاميه عندنا القضيه ضروريه، ليله الدخله ضروريه، حس البنت تكون بنت ما تكونش امراه، باش الناس داكشي علاش شحال هذه كانوا تيشوفوا السروال تيشدوه وتيشطحوا به وتيرقصوا به وتيهبطوا للضريح. حنا كنا فاش شحال هذه دائما تنطلوا من الشرجم وتيهبطوا الناس يعني هازين يعني السروال فوق يعني الراس ديالهم والغيطه، وهما تيشطحوا دينا للضريح يعني باش على ان تيتوتوا على ان البنت راها بنت وماشي امراه ويعني ما كاين لا عار لا والو. مشكل كبير. وطبعا تصدم، قال لي انا كني قالت لي الحقيقه ديالي يعني اذا البنت مثلا يعني قبل ما تجوش. قلت له واش ما جابتش بالشهاده بان زعما راها يعني عزبه؟ قال لي قدر هي جابت بالشهاده بان عزبه، وهي يعني في الحقيقه زعما البكره ديالها ماشي يعني هي مصطنعه ماشي حقيقيه. بالمناسبه رقم الواتساب هو 06 64 00 33 30، ورقم العيادة 05 22 26 90 52. قلت له انت دابا باش عرفتي بان هاد البكرة ديالها هي اصطناعية ماشي حقيقية؟ شكون اللي قال لك سميتو؟ قلت له واش انت مشكاك؟ واش انت منوي؟ قال لي لا انا ما مشكاك ما منوي ما تجاهل، لكن كاين الرجال بعد نوبة يكونوا مشكاكين ومنويين. هي يعني يقدر يشك فيها بان البكرة ديالها ماشي هي زعما حقيقية. قال لي لا انا عندي تجربة، وانا فايت لي نعس مع بزاف ديال العيالات وتنعرف ما بين سميتو. قال لي من دخلت بها وكذا سالت نقطه ديال الدم، قلت له يعني شنو؟ ومن بعد قال لي جبرت الفرج ديالها واسع. قلت له ما يمكنش، كيفاش جبر الفرج ديالها واسع؟ يعني واخا كاع المراه تكون والده والفرج ديالها ما تيكونش واسع الا الا ولدات جوج ثلاثه اربعه عاد يوسع لها داك الفرج ديالها، ومن بعد تيدير لها واحد السيركلاج ولا شي حاجه باش يعني داك الفرج ديالها ما تيبقاش كبير واسع. قال لي لا انا سميتو. المهم هو دابا صمم على ان ما يمكنش يبقى مجوج بها يعني، والعائله هي اعترفت. قلت لها اعترفت؟ قال لي هي اعترفت بان البكره ديالها قبل يعني العرس دارت يعني داك البكره الاصطناعيه، ودابا حقيقه يعني انا تازمت في الحياه ديالي وتصدمت في الحياه ديالي وكرهت العلاقات الجنسيه وما بقاش عندي الرغبه الجنسيه، ولا اي حال دابا نطلقها لان كذبت عليا. وكان هي قالت لي الواقع النوبه الاولى نقدر نشوف واش نتقبل نتزوج بها او لا ما نتزوجش بها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وانا زعما باغي يعني تكون البنت بنت، ما تكونش البنت امراه،
وتغشني وانا دفعت الزباله ديال الفلوس وكذبات عليا في الاول. اذن من واحد الناحيه واش هو عنده الحق؟ عنده، لان هي كانت تدخل له الحقيقه. دابا شحال البنات بعد النوبات اللي تيكون دخل بهم شي واحد راه يمشيو قبل، يعني يديروا داك يعني قبل العرس راه يديروا داك العمليه مثلا. اذا هي ضروري البنت تقول يعني حقيقه المجتمعات العربيه وكذا، حتى واحد ما راه يبغي يتزوج بالبنت وهي مرأة، لان راه توقع الفضيحه وكذا والله يقدر. هي طبعا ما تقولش واش هي لا تقول لعائلتها بانني انا مرأة، ما تقدرش تقول لان توقع الفضيحه، يقدر يقتلوها الله يستر كاع حبابها، ويقدر داك الراجل اللي يتزوج بها يقتلها، قول له واش انت يعني تتلعب عليا وانت فاسده وانت كذا وسميتو. لكن تقدر البنت هي حقيقه وقع لها شي مشكل، يعني وفقدت ذاك البكره ديالها، ماشي ذاك البكره هي اللي تتعني على ان البنت محترمه، فهمتي؟ كما قلنا تقدر تكون البنت بالبكره ديالها وانت راه تجوج بها، ولكن يعني عندها علاقات جنسيه كثيره هي من الفوق يعني بلا ما يدخل بها، اولا من الضبور ديالها وباش تعرفها انت بان يعني ما تقدرش تعرف. إذن على اي حال هذه القضيه يعني صعيبه جدا. هو طبعا قال لي شنو ندير، قلت له تيبقى يعني انت يا، قال لي على اي حال انا نطلقها نطلقها. بالمناسبه كما قلنا رقم الواتساب هو 06 64 00 33 30، ورقم العياده 05 22 26 90 52. اذا الحقيقه يعني هاد الامور هاد الحاله هذه فيها عده استفادات. اولا كما اشرنا البنت ما حصلش تبقى ماشيه مع الرجل او لا يوعد، شحال ديال الرجال بعد نوبات يوعدوا المراه بالزواج، يقول انا نخطبك وانا نتزوج بك وتتبقى هي ماشيه معاه وتتحبو، ومن اللي بعد تعطيه كل شيء مسكينه، تعطيه الجنس ديال اللي هو اعز حاجه عندها بالنسبه ليها، وراه يغدرها وراه يدخل بها، ومن بعد راه يقول لها باي باي انا العائله ديالي ما بغاوش. اذا داكشي باش قلنا عده مرات، يعني بالنسبه داكشي علاش كاع الله سبحانه وتعالى حرم يعني حتى الصداقه بين الرجل والبنت باش ما يبقاش مشكل يعني هذا القضيه، ولا متخذات اخدان. وحتى الا كانت شي علاقه حتى تكون علاقه في نطاق الشرع، ما تنعسيش معاه، ما تنعسيش معاه، لان الا مشى غدرك الاخرين ما يبغيوش يتزوجوا بك، راه يقولوا انت فاسده، تقدر وقعت لك هي العلاقه وحده وانت راه تخرج لك على الحياه ديالك وتدمر لك الحياه ديالك كامله دائما. اذا هو من حقه طلقها لان هي كذبت عليه، وهو نفسه يعني حقيقه مرضى. طبعا هما بالنسبه لاوروبا عندهم هذه الاشياء عاديه بالنسبه للبنت ديالهم، يعني ما كاينش شي بنت تكون بنت 15 16 عام ما تتبقى حتى شي بنت، يعني كلهم تيوليو عيالات يعني بالنسبة. ولكن هما هذوك يعني العقليه ديالهم وما عندهمش بالنسبه للشريعه الدينيه ديالهم والاسلام ديالهم ما عندهمش هذا الشيء هذا تماما. هما يعني مجتمع وحنا مجتمع، هما دين وحنا دين، لكم دينكم ولنا دين. إذن طبعا يعني هنايا حقيقه اي رجل عربي مثلا دائما تيتمنى على ان يعني البنت تكون بنت، ما يدخلش بها الرجل، ما تكونش هي امراه. وشحال من واحد تيغدر داك المراه مثلا، داك البنت تقدر كاع ما بغياش تجوج بداك السيد وهي كلالها عقلها وكذا ودخل بها، ويقدر يتزوج هو بها داك الساعه لانه هو دخل بها، ويقدر ما يدخلش بها ما يتزوجش بها وخا دخل بها ويلوحها من بعد. اذا مشكل كبير. اذا حقيقه هذه القضيه هذه الحاله هذه تتعكس لنا عده مشاكل في المجتمع. اهم شيء هو ان البنت ما تديرش علاقات يعني مع الولد الا يعني حتى من بعد كتاب العقد، ودير شهاده يعني من قبل كاع ما دير العقد، دير شهاده وتثبت بانها عزبه، لان لا طاحت الله شي واحد مشكاك ولا منوي يقدر يقول لها، او لا كاع يقدر هو يدخل بها قبل او من بعد يفرض الخطوبه ويقول لها لا 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 انتينا ماشي، انتينا ماشي بنت، انتينا ماشي بنت، الله يهنيك وغدرتي بيا، ويلعب عليها. نتمنوا تستافدوا من هذه الحاله هذه، نتمنوا تشاركونا في فيسبوك دكتور بنيشو، في يوتيوب دكتور بنيشو، في انستغرام دكتور بنيشو، وفي تيك توك دكتور بنيشو. موعدنا كل يوم اثنين على الساعة 10 بالليل إن شاء الله، أي نقوم فحوصات عن طريق الواتساب يعني الفيديو كاميرا. الواتساب رقم الواتساب هو 06 64 00 33 30، في الطب النفسي، في الاضطرابات الجنسية، في العلاج السلوكي والمعرفي، في اضطرابات النوم، في مرض السمنة، وفي مرض المخدرات. أعد الله عليكم وأدام الله عليكم الصحة والعافية.